فيما يخص الجانب الآخر، جانب النصر، اليوم التقى رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي بالجهازين الفني والإداري واللاعبين في قصر سموه، حيث تلقى في البداية التهاني بالعودة وأيضا التعازي في وفاة خالته صاحبة السمو الملكي الأميرة منيرة بنت سلطان بن عبد العزيز. بعد ذلك هذه طبعا صور خاصة للسعودية الرياضية لبرنامج الملعب لحضور اللاعبين لهذا الاجتماع في منزل الأمير فيصل بن تركي. الأمير اليوم أشاد بالجهد الكبير الذي قدمه المدرب قوميز خلال فترة إعارته للنادي، وبالتأكيد قدم شكرا أيضا لرئيس النادي على العلاقة المتميزة اللي بينهم. الحضر طبعا الجهاز الإداري حضر كله الجريني والسلهام أو سلهام والجريني وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. كشف الأمير أيضا اليوم أن الإعلان عن المدرب الذي سيتولى تدريب الفريق سيتم خلال الفترة القصيرة القادمة، مبينا العمل والبحث كان قد بدأ منذ شهرين مضت. من جانبهم أظهر اللاعبون واللاعبين عدم رضاهم عما قدموه من مستوى وما حققوه من نتائج في هذا الموسم، وهذا يعني أغلب ما ذكر عبر بيان اللجنة الإعلامية بنادي النصر، وأغلق الباب في وجه الإعلاميين واضطروا للانتظار حتى وقت الخروج. زميل فهد المجاهد انتظر ساعات طويلة منذ أن بدأ الاجتماع وحتى انتهى هذه اللحظة بعد أن أغلق الباب، انتظر بالخارج عل وعسى أن يستطيع الحصول على لقاء من هنا أو من هناك أو ردة فعل أو تفاصيل حول ما دار في هذا الاجتماع، ولكن الصورة توضح أمامكم بأنها جاءت من الخارج. وهذه أيضا صورة للأمير فيصل بن تركي بعد عودته وخلال هذا الاجتماع ولقائه باللاعبين.